والله كان انا استغربت اول مره شفت واحد شرطي كان يمشي مع صديقه وماسك بيده، فاستغرب كيف رجل برجل آه يتمشون. يعني يسيران معا نعم، ويمسكان، كل يمسك يد الآخر. يمس يد الآخر بهذه الطريقة، زي هكذا في الجنوب، يعني كان يتمشون بهذا النوع. وفي في الشمال هناك يعني البرد ممكن نعم بهذا الشكل، بهذا فالفرق الشكل، نعم. بين الشمال والجنوب. وأنت استغربت هذا المشهد لأنه غير مألوف في روسيا. طبعا إذا يعني شفت واحد رجل لابد أن يمسك، يعني يمشي مع المرأة أو البنت أيوه. رجل برجل. وكانوا في الجنة. ولكن فيما بعد فهمت أنهما يعني طبيعيان. أنا تعوضت على ذلك، نعم. ونحن كنا من المظليين السوفيت، يعني العساكرة، وأنا واحد مدني، نعم. واجتمعنا واتخذنا قرار بتعليم الشباب، تعليم تناول الأكلة الطعام ليس باليد، نعم. بل بواسطة الشوك والسكاكين. لكن في النهاية بعد نصف السنة فوجئنا بأن نتناول الطعام باليد،